العثور على جثة رجل في مصنع بسكويت فورتشن. كان أحد الموظفين يقوم بتشغيل آلة خلط العجين وارتكب خطأ أخسره حياته. فقد دخل إلى حوض الخلط وطحنته الآلة ولم يلاحظه أحد. جاء موظف آخر ليشغل الآلة لاحقاً، فعثر على الجثة عالقة في الخلاط. لم تشك الشرطة بأن الحادث كان مفتعلاً. طعم بسكويت فورتشن سيتغير للأبد.